من الأبطال. إن شاء الله كملنا الوحدة الأولى بخير وسلامة. اليوم درس الأول بالوحدة الثانية اللي هو راح يتناول موضوع الجرامر اللي هو عن اللايك والديسلايك، الرغبة وعدم الرغبة. خلينا نجي نشوف شلون نعبر عن الرغبة وعدم الرغبة وشيني القواعد المهمة والملاحظات والأمثلة. كل موضوع بالإنجليزي يتركز على الثالث قاعدة ملاحظات أمثلة. تعالوا نأخذ العصر مثل ما قلت لكم، نأخذ اللايكس and dislikes. هذا أول موضوع قواعد الوحدة الثانية. هسه نجي أولاً لايكس، الرغبة. عند التعبير عن الرغبة لشيء ما نستخدم الصيغة التالية. يعني أنا مثلاً أحب شغلة وأرغب لها وأريد أعبر عنها بالإنجليزي. إيش نستخدم هذه القاعدة؟ I love, I like, I enjoy. ثلاثتين نفس المعنى بس واحدة أقوى من الثانية. يعني I love يعني أكثر شيء هذا تحبه قافل عليه. I like يعني تريده بس مو مثل I love. I enjoy تريده بس مو مثل I like و I love. يعني أقل درجة. زائد شنو؟ اسم أو فعل بـ ing. فعل بـ ing أو اسم. هذا الزائد. I love, I like شو بيستخدمها؟ هو يحدد لك، يقول لك use love, use like, use enjoy. هاي قاعدة الرغبة. نجي من ثانيا dislikes عدم الرغبة. مثلا اكو شيء تحبه بالمقابل اكو شيء ايضا تكرهه تريد تعبر عنه بانه هذا ما احبه، تقول I hate. واحد يجي يقول I love playing احب الالعاب. واحد يقول I hate playing اكره اللعب. I don't like هنا انا وصلت الى الكره، هنا انا ما احب شيء يعني ما تريده بس مو مثل ما هذا تكره. زائد شنو؟ فعل بي اي ان جي او اسم نفس الشيء، اسم فعل بي اي ان جي نفس الشيء. تطبيق مباشر ما به اي يعني مثلا حتى اطور لك بالشرح. هذه القواعد تحفظها تطبق بس نحتاج شنو؟ ملاحظات سويت لك اياها تساعدك بالحل. تعالي للملاحظات. الملاحظات شنو؟ اولا التكمله اللي نحتاجها يعني فعل بي اي ان جي او اسم. التكمله او الاسم او الفعل وين القي بالسؤال؟ دائما نجده بعد كلمه concerning. احفظ للطالب شويه اللي مثلا صعوبه بالترجمه صعوبه بالقراءه التكمله. يعني اذا كتبت اي لاف احتاج تكمله. التكمله وين تلقاها؟ شوف هاي الكلمه concerning وين؟ شكو شيء وراها هو هذا التكمله الكلمه. هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه الأسئلة لهذا النوع تجيني سؤالين، إما فراغات يعني اختر بين الأقواس أو اعمل المطلوب، يقول لك سوي لي لايك سوي لي ديسلايك. المصطلحات المهمة اللي هي ثالثا اللي تجي بعمل المطلوب يقول لك إكسبريس، عبر، تول، تحدث، شو، بين. يعني أنا شو يقول لك؟ إكسبريس يور ديسلايك، عبر عن عدم رغبتك، جاي يعطيك فعل امر امر، او توك تحدث عن رغبتك، او شو بين رغبتك بشيء ما. هذه القاعده والملاحظات. هسه نجي نحل حل مباشر، نجي نحل صيغه الامتحان بالوزاره. اول مثالين تجينا فراغات. هنا يقول لك اختار لو جيت فعل مجرد، لو تو زائد جيت، يعني لو تو زائد فعل مجرد، لو جيت فعل بي اي ان جي. هسه ايش نختار؟ فعل مجرد تو او فعل مجرد لو اي ان جي. يعني من نعتمد على هذا الفراغ القبله. يعني نعتمد على العباره اللي تيجي قبل الفراغ. هاي العباره قبل الفراغ اي هيت. اي هيت القاعده شو تقول؟ مو اي هيت او اي دونت لايك زائد فعل اي ان جي او اسم. اذا ايش نختار هسه؟ جيتنج. اجيبها خليها بالفراغ. شو يقول؟ I hate getting up early on Sunday. يقول انا اكره النهوض مبكرا يوم الاحد. لان بها دوام. انا قلت ليش اكره؟ ناخذ مثال ثاني. هسه ايضا هنا جاي لي go فعل مجرد، going فعل بي اي ان جي، او to go. يعني تو المصدريه زائد فعل مجرد. ايش تختار؟ ابو التو ابو الاي ان جي لو ابو المجرد؟
نباوع عليه نجي لهذا الفراغ نباوع للصيغه قبل الفراغ ايش لقيت اي لاف اذا اي لاف اذا هاي اي لاف اذا شنو هاي رغبه والرغبه شنو اختار لو فعل بها اي ان جي لو اسم اذا ايش راح اختار الكون لان بها فعل اي ان جي يقول I love going أنا أعشق الذهاب إلى السينما with my friend يحبون السينما ثالثا هس هنا الفراغات انتهينا هذين الأمثلة تجيك وين بالسؤال الثاني فرعين هنا فعل أمر عندي جاي أمري express عبر عن شنو عبر أستاذ your like هذا العنوان your like Like شنو؟ رغبة يريدك تعبر عن الرغبة Concerning Drinking Coffee أنا جاي لك Concerning علامة هي تدليك بأنه هي هاي التهمة هاي التهمة شوفها حتى جايتك جاهزة فعل بيها عندي زائد اسم Use شنو؟ هنا اليوز شنو؟ تستخدم قاعدة Like راح اعيد لك التوضيح اول شيء هنا الفرق بين العنوان والقاعده فرق بين العنوان والقاعده العنوان وين يجيك من ضمن السؤال والقاعده وين تجي بين قوسين مو عبالك هاي العنوان لا هاي يقول لك قاعده ركز هاي قاعده وهذا العنوان العنوان يجيك من ضمن المنطوق والقاعده تجيك بين قوسين هذا اللي اكثر فرق بيناتهم هاي فرق بينها ثالثا شو تفرق لي بين بينه وشو اللي يقول لك اكسبريس فعل امر اعمل المطلوب المطلوب مني شنو؟ يور لايك رغبتك يقول لك اكسبريس يور لايك عبر عن رغبتك كونسيرنينج باهتمامك او باهتم بما درينكينج كوفي بشرب القهوه اذا هاي شنو التكمله بذيك القاعده القاعده شو تقول؟ لايك اذا شو تصير؟ اي لايك والتكملة أجيبها نفسها drinking water وخلي نقطة هذا أستاذ إيه هذا منتهي بعد طلاب تدري I like drinking water أنا العفو كوفي أنا أحب شرب أو شرب القهوة واحد يحب هذا واضح هسه المثال نجي للمثل الثاني هسه شنو العنوان؟ هذا وياه ديسلايك منطيني قاعدة؟ قال لي يوز كذا؟ لا إذا بس العنوان منطيني اياه قاعدة الديسلايك الديسلايك كم قاعدة بي؟ اثنين لو اي هيت لو اي دونت لايك بكيفك معقول ما قال لك ما قال لك يوز بكيفك إذا قال لك يوز هيت لازم تستخدم هيت وإذا قال لك لايك لازم تستخدم I don't like هسه مو معنى إذا بما أنه قال لي dislike إذا أستخدم يا قاعدة كيف أستخدم قاعدة I hate أو I don't like زائد التكملة وين التكملة اللي فيها؟ قلت لك بعد كلمة concerning هاي التكملة جيبها خليها من البداية flies I hate flies أنا أكره الحشرات الطائرة يعني اقصد الذباب I hate flies او شو تريد تقول؟ هم صحيح I don't like flies ثلاثهن صحيحة لأن ما حددت الأداة بينما إذا حددت استخدم الأداة القليلة نجي للمثال الخامس شنو العنوان هسه؟ دور لي talk about يعني لك تحدث عنه دائما بعد يور تلقي عنوان إذن هذا العنوان dislike ايضا عدم الرغبه حدد لي الاداه ارد احدد هالاداه ارد اقول لك يوز لايك انا بهذا المثال ارد احدد لك اياه ايش قال لي يوز شنو؟ لايك انت ركز على المثال الخامس شو يقول لك؟ توك تحدث فعل امر جاي يطلب منك عن شنو اتحدث؟ about your dislike عن عدم رغبتك العنوان شنو؟ ميز بين العنوان والقاعدة هاي المرة الأخيرة قلت لك العنوان يجي من ضمن المنطوق العنوان وين يجيني؟ من ضمن المنطوق
والقاعدة وين تجي؟ بين قوسين، مو انت من شفت لايك عبالك رغبة، لا احنا جايين لك يوز لايك، استخدم قاعدة لايك. بس يا موضوع الديسلايك عدم الرغبة. إذن أنا شو استفاد من الموضوع؟ الموضوع أخذ منه العنوان والتكملة. التكملة وين لقاها بعد كلمة كونسيلينج؟ حددت العنوان، حددت التكملة، وحددت الأداة. إذا قال لي ديسلايك، اللايك شو يصير بالديسلايك؟ يصير I don't أنفيه. I don't like. هي بس لايك صحيح، بس لأن عندي ديسلايك لازم تقول I don't like. بس إذا قال لك لايك تقول بس I like. I don't like. التكملة وين؟ بعد كلمة concerning. بس انتبه هنا بلايك جاي فعل، لازم شو أضيفه؟ ING. لأن ورا هي لايك تيجي ING again. هنا سؤال الطالب يقول ليش أنا ما ضفت ING؟ مو هاي اسم جاي، أنا إذا اسم أضيف عليه أضيف ING، بس إذا فعل ضيف ING، إذا اسم ضيف ING. الحمد لله والشكر، إن شاء الله افتهمت.